الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. وقت دير بال فديي مركا مسوكو إن شاء الله تعالى سوشيال ميديا ها الإنترنت كان يدبت لقى عبانية وحي وحي لأوقي سنيان حشوت كي قفك وحشون لها ووح عرب كي سكسو بحي وإلال لها أما فعل كيسة وكان ترول لها وإله سبحانه وتعالى شرع كيسة هي دين تي سكس لها نبيين وحي لسقو إن الدرنسين يقيمها وحشوت كليه حي أيوحي الحياء شعبة من الإيمان. حديث البخاري ومسلم يقولني في الصحيحين من حديث أبي هريرة إيمانك أيوقي به النبي يوحي الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. لحظا يا دور أما تضبعت يا دور رواية مسلم أي شيء يسو. قبل أما قيبود بو حشوتك وككو بنيحي أيو إيمانك وككو بنيحي أن لا حشوتك نوا قيب إيا قبل إيمانك كمدا. الحياء لا يأتي إلا بخير والنبي يقول صلوات الله والسلام عليه حشوتك خير إيا وناقم يوحك للمي ما أدو. الحياء كله خير حشوتك لما انتي وخير بير نبي صلوات الله وسلامه عليه. الإيمان والحياء غرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إيمانك إي حشوتك والا وذحيلي مذهدو ميشا كب حؤول لواينا كيك لوالواي حشوتك وأخلاق دي نبي صلى الله عليه وسلم على الله صو درئين لما يستروه مد الرأس ماذا حدوه مكارم الأخلاق. ولي حديث كي ابن ماجة يا بخاري أدب المفرد وكورني ابن عباس يا أنس يا اللي قورني يا الصحابة دور اللي قورني إن لكل دين خلقا يعني وخلق الإسلام الحياء دين كستا رقم بيلاد هاي اخلاق وناكسن بيلاد هاي هل دور كاخلاق دا وناكسني وحشوت كا ويرى النبي صلوات الله وسلامه عليه حشوت كو وصف الهي تعلي هاي حديث ابو داود النسائي ورنيان النبي قال لي صلوات الله وسلامه عليه ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر. الله هو الله حشود بدن أستر كنا تعل حشود كي أستر كنا الله وتعل يه وستير وعبها بني آدم كو الله قري سبحانه وتعالى حدون نقض مرك حشود كي صفة إلهي تعل يه سيدو كلي وشعار الأنبياء إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نبي ينو قبرت بكراء وكحشود بدنا نبي موسى مركا في صحيح البخاري لقوا الرمي كان رجلا حييا من حشود بدن بوها حشود كواسينة إيو قروح لقفك مؤمنك سيد النبي ينو تلمامي صلوات ربي وسلامه عليه وحكى سهورتي إذا مركا السوشيال ميديا هو داوعيا حشود كان نصوص تبضن أي نقص آخرين أي وقت يعني سامح ما لنا ويدو حنركي قبض ملأ أخذ بضاي نسا وليك ترو شيء دنيسا ووحي ليه ذا هي قبض بلاها هرجيس سروال إيه وشارك قصة عطي أو ده بيشتمع أي كي يرقدوا دين بيكهد اللي سيارين تيد مركز بوحي تري حدي أن كيشلي ينقص أنكو صعود معناه وراء شبيته
iyo kastuumo hadaan ku socdo waa inaan helaa sharci iyo nidaam i difaacaya oo amnigayga iyo naftayda ilaalinaya. Social media marka ficiladan xunxun ee lasoo bandhigaya waxay muqadamo u yihiin barnaamijyo gaaladu ay wadato oo la rabo in la fuliyo oo marba qayb laynagu dayay. waxaa ka mid ah sida xayada iyo xishoodka wax u yeeleen dadka social media hadda ku soo yaacay waa dad waalan oo jeel magnuun laga soo daayay. markaasi waxay ka sheekaynayaan galmadii iyo xiriirkii googleed bay ka sheekaynayaan. haween galmo ka sheekaynaysa adiga adduunka war wixii ridda loo xidhinayay ee leydhka loo densanayay xalaasha marka lagu gudanayo sidaa loo qarinayay bal ka waran mid bannaan la soo fadhido iyadu ka sheekaynaysa oo macallimad ku ah. waa dersi iyo fariin lagu dhiibayo iimaankaaga. qofka muslimka iimaankiisa la dhaawacayaa si uu tan ula qabsado kuwa ka dambeeyaana ka sii weyn. xagga hadalka tirmidi xadiis uu warinaya nabigeenu salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay alxayaau min aliimaan waalimaanu fi ljanna, xishoodku iimaanku ka mid yahay, iimaankuna wuxuu ka mid yahay waa sababaha jannada ilaahay qiimiga badan iyo martisoorkiisa lagu mutaysanayo. walbadaau min aljafaa waaljafaau fi nnaar, af xumada iyo dhaqan xumada iyo ruuxu inaanu xishoon waxay ka mid tahay qallafsanaanta iyo dhaqan xumaanta naarta lagu gelayo, ayuu yidhi nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh. dhallinyarada, dardaarankii nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid ahaa xishoodka inuu dadka u dardaarno. saciid bni yasiid alansaari nin la yidhaahdaa wuxuu leeyahay ana rajula ata annabiya sala allahu calayhi wasalam faqaala awsini qaala uusiika an tastaxiya min allahi casa wajal, nin baa nebiga yidhi ii dardaaran. saxaabadu ceelkii waxyiga ahaayee nebigu uu ka waraabinayay markuu waraabinayo waxa ugu qiimaha badan ee nebi maxamed ay kala hadhi jireen dardaaran buu ahaa. marka ii dardaaran, waxaan kuu dardaarmayaa buu yidhi an tastaxiya min allahi casa wajal, inaad ilaahay ka xishooto. kama tastaxyi rajulan saalixan min qowmik, sidaad nin wanaagsan oo qoomkaaga uga xishoonayso. dhallinyarada rabaa marka tusaale inaan siiyo, macallinkaagii ama aabbaha ama adeerkaa ama qof kale oo aada qadarinayso adigoo qaarkaaga sare qaawan yahay oo triko maxaa la odhan jiray surwaalkii gaabnaa dhallinyarad gashan jirta trikot dayib, adoo kaasita ma kusoo bixi lahayd oo inta sare ay kuu qaawantahay, gabadhu aabbaheedoo guriga soo garaacay ama adeerkeed cawradeedu qaawan ma kusoo bixi lahayd? maya sooma. sidaad qofkaa uga xishoonayso si ka badan baa la rabaa inaad ilaahay ku abuurtay aada uga xishooto. waxaa nebigeenu leeyahay salawaatullahi wasalaamu calayh, waan ku soo gebagabaynayaa xishoodka iyo qiimihiisa markuu nebigu uu inoo tilmaamayay nin saxaabada ka mid a ansaartii ka mid a baa wuxuu arkay nin kale oo xishoonaya. innaga soomaali ahaan xishoodka qaarkii qaar baynu ceeb u naqaanaa sooma, ma dumar baa tahay maxaad la xishoonaysa baynu nia. ninkan ansaariga wuxuu leeyay nin xishoodkani waaba ku dhibay, waad xishoonaysaa? nebigu wuxuu ku yidhi dachu fa ina alxayaa min aliimaan, war ninka daa xishoodku iimaanku ka mid yahay. xishoodka iyo sariigta iyo dhowrsoonida yani wuxuu qofku ay isgaadhsiisaa darajo iyo mansilo
كره انه ادون كان قيمه او كيشو اخرنا الله سبحانه وتعالى اكتي سكرامه يا ماموس او كيشو مركا سوشيال ميديا هو برون لوو تلغل ان حيشودك لوو ديلو ان اخلاق ده علمها لوو حليهو ان هدي الله يكورو يا امده لوو باديهو ما حل ان نكون كرا سي حلو غاري كرا ندويين كدنبين ان شاء الله تعالى ان ودين دونا بعدما وقت بدنا هدي الله يكورو يا سوف ليدين ان شاء الله تعالى كلمات كان إنان كعمل فلنو إلهي نقلقوا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ثم وضع آخر إيسان ففات بعض مدرتهين مركو يراقف عن القرآن كلا صبر المجر فرصة عاد هشين لكن إن شاء الله هو عمل بي يتطبيق بدينته بهانتهي إلهي سبحانه وتعالى وحاوي دي سنة إنه توفيق ذهو نوافتيه حقنا الله ونقود له adunka kuwi karamo iyo maamus ku yeeshana Allah uu naga dhigo aakhirana karamada adduunyadu qiimo ma leh darajaadka jannatul firdaws al a'la ku ilaahi uu ku maamuso oo ku kulmiyo inuu ilaahi naga dhigaan Allah weydiisanayna subhanahu wa ta'ala wajazakumullahu khayran